الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل اعمال. معنا اليوم الاستاذ نور من ايت جريل. اهلا استاذ نور. اهلا وسهلا فيكم. بدايه شكرا جزيلا استاذ نور لتواجدك معنا في البرنامج، وبالبدايه نتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن ايت جريل. اول شيء نحن متشرف فيكم، واكيد نحن مع اي خطوه حلوه مثل خطواتكم يعني معنا. نحن ايت جريل هو كونسبت، هو الاسم متاخذ من ايت. عندنا 8 خلطات اساسيه في البهارات بتجي باكثر المنتجات اللي نحن بنشتغل فيها ومتخصص فيها. نحن اللي بنعمله هون مميز بايت جريل انه اللحمه نحن تبعيتنا، نحن بنجيبها او بنزل الشيف عندنا طبعا بيتأكد من أمور ذبحة، أمور فحص الدكتور البيطري لإلها، وبيجيبها بالنسبة للمحلي، وبالنسبة نحن للموارد المختلفة بنختار أحسن موارد وأرقى الموارد بالطعمة بالكواليتي، وبنشوف الريبورتس تبعيتهم كلياتهم. فأنت اليوم لما تطلب من إيت جريل أول شغلة أنت بتكون عندك فول أشورانس عليها إنه لحمتك 100% فريش. يعني مثلا أنت اليوم مثل ما حكينا اشتهيت على كباب إزمرلي، كباب عنتبلي، كباب أرفلي، كباب حلبي، كباب بيروتي، الشيف هم مباشرة بيحط اللحمة بقطعها، فأنت عندك أشورانس 100% أنه هي فريش تماما. من الملحمة بتطلع مباشرة على المشوى، من المشوى بيحضرها بتروح على الستاف تبع الباكجينج بيزبطوها بتطلع عندك. يعني أنت فعليا كأنك أنت عم تاخد أكلك من الملحمة. بالإضافة لهذا الشيء هون نحن بنجي بنلعب لعبتنا الثانية، هي المكسات المميزة اللي عندنا. يعني انت اللحمة اللي بتاكلها عندنا صرت تماما ما بتاكلها في مطرح تاني، لا في الكواليتي ولا بالجودة ولا بالنوعية، على التست تبعنا. يعني انت اكيد الملاحم كتيرة، المطاعم كتيرة، بس نحن التست اللي بنعطيك اياها هي مختلفة. دائما بتاخد ستامب ايت جريل عليها، هي بالنسبة للملحمة. بذات الوقت البرجر مثلا، نحن عندنا 3 انواع للبرجر. عندنا البرجر تبع الجريل اللي هو البرجر المعمول فيه باكثر مطاعم، عندنا برجر الباربيكيو اللي هو بيطلع فريش من على المشوى من على اللحم، عندنا البرجر اللي نحن بنعمله على الجريل تبع الحجر. وطبعا هذا الجريل تبع الحجر كيف انت بتلعب اكثر بالفليم كل ما بتكون الطعمه مختلفه. يعني انت بتقربه على النار، بتبعده على النار، بتشوحه، بتعمله سموك. بالاضافه لهذا الشيء الصوصات اللي عندنا كلها نحن بنعملها كلها هوم ميد وكلها سيجنتشر ايت جريل. يعني انت مثلا عندك سبيشال ايت جريل صوص، هذا مزاقه بيجي شوي سبايسي بس ما بتحسه انه هو فعلا سبايسي بالطريقه اللي بتضايقك فيه. طبعا بدخل فيه الشيدر وميكسات مختلفه نحن بنحطها بالاضافه للسبايسز السبيشال تبعيتنا. وتاكد السبايسز تبعيتنا نحن هلا ممكن عم نحطها في اللحمه، بس بكره انت رح تطلبها. استاذ نور، لو تخبرنا المزيد عن الاطباق والوجبات اللي بتقدموها داخل المطعم. هلا نحن ما خلصنا كثير هنيك لانه هذا بحر طويل نحكي فيه، بس نجي نحن هلا على الشاورما. كثير احيانا انت قاعد هيك بالليل بيخطر على بالك شاورما، نحن بنعطيك شاورما من افضل انواع الدجاج مدبله بطريقه انا شخصيا بحبها كثير لتبلتها بصراحه يعني، وفريش ومكوناتها كلها فريش، بيدخل فيها انواع مختلفه. رح نتركها سر لخبراتكم انتم تعرفوها. بتتبل الشاورما وبتنشك بنفس النهار وبتنزل على الجريل، بتشوح اول تشويحه بتكون جاهزه تماما للتقديم. هي الخلطه اللي نحن عنا اياها متميزين جدا فيها، وعنا الشيف عنده خبره كثير طويله في موضوعها. وطبعا بالاضافه انه نحن بناكلها، اهالينا بياكلها، بياكلوها جيراننا، رفقاتنا، فنحن دائما مثل ما بيقولوا يعني سمعتنا قبل لقمتنا. التفاصيل اللي بنهتم فيها كثير دقيقه. عندك المتبل، بابا غنوج، الحمص، المازات بشكل عام الباردة أو السخنة، حتى الكبة النية، الهبرة، هي كلها بتتم عنا نحن في مطبخنا. نهتم كتير بتفاصيلها، كل الماتيريال اللي نحن بنجيبها كرو ماتيريال وبتصير عنا في المطبخ، من البنجان لللبن للحمص شغلنا وكله بنهتم فيه بالماتيريال المحطوطة، لأنه بتعرف نحن بالنهاية بناكلها. وواضح الكرش يعني نحن جماعة صاحبين، يعني معروف الذوق اللبناني والذوق الحلبي دائما عنده تيست. نحن مطبخنا هو عبارة عن كونسبت، هو ميديتيريان متوسطي مخلوط ما بين المطبخ اللبناني والمطبخ الحلبي. الخبرات اللي هي موجودة هي تقريبا من هدول المطبخين طلعت فيهم أفضل ما فيهم، بحيث عنا نحن هلأ تقريبا يعني صلنا فترة فاتحين عنا زبائن من مختلف الجنسيات، ودائما أي زبون عم بيأكل من عنا رح يرجع لعنا، وأنتم كمان حتكونوا زبائننا.
بالإضافة لهذا الشيء عندنا الغربي. الغربي نحن دائما بنعمله enhancement وبنحاول نحسنه وبنقدمه بطريقة ما يكون ثقيل ويكون خفيف التقديم وخفيف الطعم وبذات الوقت يعني مشهي لك انه انت ترجع تجربه. وبصراحة نجحت معنا يعني الأطباق اللي سويناها من الغربي ونالت استحسان كثير من الناس. بالإضافة للمشاوي بجميع أنواعها نحن هون بنشتغلها، وحاليا نحن مخصصين خطوطنا الأساسية على ثلاث خطوط. طبعا عندنا خط الفرن، خط اللحم بعجين، خط المناقيش، خط الطبخ، خط الأوزي، خط المناسب. هذا رح ينزل بس بالفترة القادمة، يعني نحن تركينا لآخر ربع من السنة. أستاذ نور، بعد السمعة الحلوة اللي حصلتوا عليها والنجاح الرائع اللي وصلتوا له، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للمطعم والملحمة؟ هلأ دبي بالنسبة لنا بوتنشل كتير كبير، مش بس بالنسبة لنا، دبي بوتنشل عالمي الحقيقة، يعني حتى في مجال عملي الآخر مثل ما حكيت لك إنه هذا كسايد بزنس، أنا بشوف البوتنشل بالنسبة لدبي وبالنسبة للإمارات. هلأ نحن عنا خطة تطويرية بالنسبة لأبو ظبي وبالنسبة لدبي. دبي نحاول نغطي فيها 4 مناطق ونكون متواجدين مطرح ما متواجدين العالم بشكل مهم، يعني عندك بالداون تاون، عندك في منطقة جبل علي، وحيكون لنا تواجد قريبا يعني في أحد المولات. وبالنسبة لأبو ظبي مختارين نحن منطقتين رئيسيات، هذا هو إنتاجنا المتميز، بدنا نحاول نضل نحافظ عليه بنفس الكواليتي باستمرارية للصعود للأفضل لا نوصل لمرحلة النزل التاكوس المكسيكي بالشاورما العربية. بالنهاية أستاذ نور، بدنا نعرف ليش اخترت دولة الإمارات لتكون بدايتك الأولى لتأسس فيها عملك الخاص؟ هلأ أول شيء يعني هذا سؤال بسيط جدا، يعني مين ما بيختار دولة الإمارات؟ يعني نحن من ناحية البنى التحتية، الفرص الاستثمارية، الأمن والأمان، التسهيلات، يعني أنت مثلا في دبي خلال 24 ساعة حتى خلال ساعتين بتحسن تفتح رخصة تجارية، يكون عندك أنت بزنس بلان معينة، بعدين بالنسبة للإنفورميشن متوفرة كتير بسرعة. يعني أنا مثلا هذا الحكي عم بحكي لك إياه، بس يمكن الناس اللي بيعرفوني بيعرفوا قديش أنا درت بلدان وشفت فرص استثمارية فيها، وحتى حاولنا بأوروبا وحاولنا بدول عربية، بس مثل التسهيلات بالفاسيليتي الأساسية بتحتاجها أنت كمستثمر ما بتلاقيها غير بصراحة بدولة الإمارات. إنك تفتح ليسن بدك أي انفورميشن، الموظفين والأونلاين 24 ساعة، يعني أنت خلال 3 دقائق بتاخذ المعلومة اللي بدك إياها، وهذا شيء كتير ممتاز وبيعطي راحة للمستثمر فيه. بعدين مناطق صناعية موجود، مناطق تبريد موجود، حركة الطيران بالنسبة للهاندلينج لللوجستيك، هذا كله مسهل بدولة الإمارات. بالإضافة لسبسيفيكيشن عالمي، بتحسن تروح لعند أي وكيل عالمي تقول له أنا بدي أصدر أستورد على دولة الإمارات أو أصدر من دولة الإمارات، there is zero objection. وهذا الشيء تشكر عليه دولة الإمارات بهالتسهيلات، وبصراحة ما بنحسن نقول هي متميزة كبلد عربي، هي متميزة كبلد عالمي. يعني اليوم الإمارات صفت في مصافي متوقعة بأهم دول عالميا بكل المجالات فقط، ونحن بنفخر أننا عايشين فيها. وبالنهاية نحن شهادتنا مجروحة يعني بدولة الإمارات، على المحبة والشكر للشيوخها وإداراتها ورئاستها والشعب اللي موجود فيها. بالنهاية أستاذ نور، بدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي عم يتابعونا حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع المطعم والملحمة. نحن بأرجان بموقع كتير بسيط، يعني بأكبر دوار بأرجان، فينهم يتواصلوا معنا عن طريق الانستغرام، عن طريق الواتساب، عن طريق الابليكيشن، عن طريق المينيو، وعندنا طبعا الابليكيشنز تبع الطلبات مثل ديليفرو وناونا وهالابليكيشن المعروفة كلياتها متواجدين نحن عليها، وكثير سهولة في التعامل معنا، يعني متى ما عملت كليك بنكون عندك. شكرا جزيلا استاذ نور، نتمنى لك دائم التوفيق، وبنشكر جميع طاقم العمل بالمطعم والملحمة، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. وبنشكرك كمان وبنشكر قناتكم المميزة، شكرا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.